ملتقى إقليمي يعتبر الأول بمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء والثالث للجمعية الفرنسية معا ضد عقوبة الإعدام، تحتضنه العاصمة أبيدجان ويشارك فيه نحو 200 شخص يمثلون 30 دولة من قارات مختلفة. وحسب الجمعية الفرنسية الدولية فإن القارة الإفريقية رغم التقدم الذي أحرزته نسبيا في إلغاء عقوبة الإعدام، سجلت بلدانها خلال عام 2016 855 إدانة بالإعدام نفذت منها 68، وقد ألغت 19 دولة إفريقية من أصل 54 عقوبة الإعدام، فيما لم تعد 24 أخرى تحكم بهذه العقوبة رغم أنها لا تزال بقوانينها. ولا يزال 12 بلدا يحكم بعقوبة الإعدام كما هو الحال في نيجيريا وزيمبابوي وتشاد وغينيا الاستوائية وأثيوبيا ودول أخرى مختلفة. وتقول الجمعية إنه ومنذ 10 سنوات تعمل دولة إفريقية سنويا على إلغاء عقوبة الإعدام، وهو ما يعني أنه في غضون 12 سنة قد تعلن إفريقيا خالية من عقوبة الإعدام، وهو ما تسعى الجمعية الفرنسية إلى أن يتحقق. وقد بحث ملتقى أبيدجان على مدى يومين الأبعاد القانونية والحقوقية لأحكام الإعدام وضرورة القطيعة معها. وتشير إحصائيات رسمية صادرة عن منظمة العفو الدولية إلى أن عدد الإعدامات في العالم خلال العام 2016 وصل 1032 نفذت ب 23 دولة مقابل 1634 سجلت ب 25 دولة خلال العام 2015.